ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. مهم جدا لما تقف في مطبخك في الوقت ده بالذات، عندك ولاد بيروحوا المدرسة، عندك التزامات أخرى، متطلبات أخرى، لازم تنظمي وقتك في المطبخ، ما توقفيش 24 ساعة. حلو الكلام. أنا أقدر أساعدك تقف في المطبخ ساعة زمن تعملي المنيو بتاعك أو وجبة الغداء أو الأكل بتاع الأولاد بطريقة بسيطة وسهلة وأسرع وقت ممكن. معانا كفتة الدجاج بالشعرية، المقادير على الشاشة، صدور فراخ أو هنجيب فرخة ونسحبها، بس أفضل وأسهل حاجة صدور فراخ. معانا برغل، معانا فلفلة حلوة، معانا من الشعرية نص كيلو، زبدة، بقدونس، شبت، بصل، ثوم. المقادير في متناول الجميع بسيطة وسهلة، توابلنا ملح وفلفل يا أختي، والبهارات بتاعتنا ممكن تحط شوية كركم، شوية كاري، شوية كمون، زي ما أنت عايزة. هنشوف ازاي نعمل الطبق ده اللي فيه شغل كتير. اول حاجه هعملها ابدا احمر الشعريه وانا واقف جنبها كده من وقت للتاني، استغل وقفتي جنب النار. رتبي معايا وركزي معايا. احط الشعريه هنا كده واحط شويه الزيت الحلوين دول كده واحمر الشعريه لوحدها. حلو قوي. ايه الجديد؟ هنشوف دلوقتي. وننزل بقى في قلب الزيت كده، والشيف المغازة علمنا عشان الشعرية تطلع لون واحد، مفيش واحدة حمراء ولا واحدة فاتحة ولا واحدة غامقة. نحط شوية ملح، ولكن لازم تكوني فاكرة انك انت حاطة ملح عشان ما تحطيش ملح مرتين. ونقلب الشعرية، واحنا بنقلب الشعرية عين اليمين عليها ومركز معاها، ما نشغلش مع التليفون، ما اقعدش اكلم صاحبتي، ما اقعدش اتشغل مع البيبي بتاعي. والشعريه على النار او البصله على النار، خلي بالك عشان الشعريه دي لو لونها احمر زياده عن اللزوم هيبقى شكلها وحش قوي بعد التسويه. اهو هنسيبها على النار كده. العب. اهو 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 حلوه. هنخليها على النار ونشوف الكفته هنعمل فيها ايه. ادي صدور الفراخ الحلوه، معانا برغل، ومعانا الفلفله الحلوه، ومعانا البصل والثوم. هاخد صدور الفراخ دي اقطعها، اقطعها مكعبات. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده عشان تتفرم بسرعه. كل ما قطعت اللحمه او الفراخ الصدور حجم صغير، مكعبات صغيره، وتحطها في المفرمه ما تاخدش وقت كبير. حلو. ادي صدور فراخ، بسم الله ما شاء الله ربنا مبارك، تقريبا نص كيلو. هنحط كده صدور الفراخ بالشكل ده كده. حلو. واشغل الكبه بتاعتي مع بصله مع تومه، بس خلونا عشان بصراحه ما بحبش اذك حضراتكم بصوت الكبه، فخلونا احط المقادير كلها مع بعضيها وبعدين اشغل الكبه مره واحده. حتى مخرجنا لو طلعني فاصل مش هزعل. وبرضه رايح جاي بحمر في الشعريه بتاعتي. وانت واقفه جنب النار، استغل وقفتك في المطبخ يا امي يا اختي. لا لا احنا مع بعض، انا بتكلم بس احط المقادير واشغل الخلاط واطلع فاصل. انا ما بحبش ازعج المشاهدين بصوت الكبه او الخلاط. بحط البصل اهو، بصل ناعم، ثوم ناعم، شويه برغل، والبرغل ده عصب الكفته. إذا هتعملها صينية، هتعملها في الفرن، هتعملها أقراص، بتديكي مساحة، بتكتر لك الكمية، الأولاد كلهم بياكلوا، والجيران بياكلوا، والحبايب بياكلوا. شوية خضرة من البقدونس، سنة من الشبت صغيرة، الله أكبر. إيه كمان يا عم الشيف؟ للأمانة معلقة دبس الرمان، الله. حلو. البهارات هحطها بعدين. حلو الكلام. تسمح لي اشغل الكبه؟ يلا بينا. We'll be right back.
بعتذر عن صوت الخلاط، سيبوني أعيش مع صوت الخلاط، لأن في برغل، في فراخ متقطعة، في بصل، في توم، فأنا عايز أفرم الخليط ده كله يبقى ناعم معايا. وعرفني إيه الفكرة والتركاية؟ إن أنا بحمر الشعرية علشان أستفيد بزيت تحمير الشعرية في تحمير الكفتة. شفت التركية رايحة فين والسكة واخدانا على فين؟ هو ده زيت تحمير الشعرية هستفيد بيه في طعم الكفتة. ودي تركية لطيفة وجميلة، جربيها. هنطلع فاصل صغير، نصيحة مني اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. المخرج هنا بيتحداني، قال لي يعني انا لما احط شوية ملح على الشعرية ملاقيش وانا باكل الرز ابو شعرية، اللي بيتحط مع الملوخية والبامية، اشتقت لك يا بامية مع رز بشعرية، ملاقيش الشعرية حبة وحبة. والله هقول لك على حاجة، انت في مكانة احسن مني، تقدر تقول الشيف كلامه مظبوط ولا مش مظبوط بالتفاصيل، وانت قادر وتخش جوه الحلة وتجيب التفاصيل الصغيرة وانا بقلبها، وعلى عينك يا تاجر. بص على الحلاوة دي بالله عليك، بص اهو دينا حبة بس لونها بتقول انا فاتحة شوية ولا غامقة شوية. طبعا خلي بالك اقول لك نصيحة لله بجد والله العظيم، خد اوعى تكوني بتحمري شعريه وتطلعي الحله من النار وتقولي خلاص انا بطلت احمرها وهي خدت لون. هنا الحله هنا لو انت بتحمري في حله معدن زي دي كده درجه حرارتها عاليه، فوجود الشعريه تحت وانت بتسبتيها حتى تيجي تقلبي تلاقيها لونين، فانت شلتيها من النار حاجه من الاثنين، يا تستمر في التقليب واللي بقوله ده مهم جدا، يا تستمر في التقليب وهي بره على النار لغايه لما الحله تهدى، يا اما تاخديها وتحطيها في حله تانية خالص وتقلبيها وتسيبيها. ليك الاختيارين زي ما انت عايزه، بس ما تستبيهاش وتروحي على مكان تاني تشتغلي وتسيبيها في الحله على النار، ترجعي لها بعد 5 دقايق وراجعه مبتهجه، هتلاقي الشعريه من تحت لون ومن فوق لون. حلو الكلام؟ اه. اللي بقوله ده حماتك اكيد قالت لك عليه. الفراخ بتاعتنا فرمناها. نعم يا حبيب قلبي. هجاوبك حاضر. تدفع كام؟ بيقول لي ليه حطيتها في الميه؟ ما كنت حطيت ورقه زبده وخلاص. قال لك العلم فين؟ اه يعني في الراس مش في الكراس. انا حبليتها ميه علشان الميه تطول عمرها، الله يطول عمرك، وتقعد فتره طويله في الفرن على وش الكيكه، ما تتحرقش ورقه الزبده. دي بهارات بحطها على الكفته، كمون، كزبره، بابريكا، ملح، فلفل، شويه كزبره كمان هم زي الفل، والملح بتاعنا ظبطناه، وعندي طاسه شديده الحراره بتسخن معايا، مش عارف ليه ضفت نحطها دي هنا، تمام زي الفل. ونقلب الكفته دي كده مع بعض. اللي انا هعمله دلوقتي اسمه العلم الطهوي او الخبره الطهويه او الرؤيه والفن والابداع. طاسه شديده الحراره، ركزي معايا، الله يرضى عليك يا اختي. وادي الكفتة بتاعتي قلبتها بالتوابل والبهارات بتاعتك الحلوة، تتاكل نية، فيها برغل. نعم، سؤال وجيه جدا، محدش سأله ليه، بيقول لي ليه حطيت مية والخلاط شغال. مركز انت معايا، وجود المية هنا ماء مثلج مع البرغل يساعد على خلطه جيدا وإفراز العضلات بتاعته. البرغل قيمته الغذائية عالية جدا، في ألياف، في قوة متماسكة للحم أو الدجاج، فأنا عايز أستفيد بيه. ناخد الكفتة دي كده هنا، والطاسة بتاعتي أخبارها إيه؟ زي الفل. بحط شوية زيت صغيرين، تقريباً 2 معلقة مع 2 مكعبات من الزبدة. حلو. بولة فيها مية، هقول لك ليه دلوقتي، دي مهمة. احط شويه ميه صغيرين كده. لا انا هنا مش مركز مع الكيكه خالص، طالما حطيت عليها ورقه الزبده اللطيفه الحلوه مفيش اي مشكله. حطيت في الميه كده وابدا احمر الكفته دي كده. اللهم صل على النبي. اه ايه الحلاوه دي يا عم؟ هو ده. اه نعم. اه تاني. اه اصبر على رزقك، ما تستعجلش. بقول لي الشعريه اخبارها ايه؟ وحقوق الطبع لدينا وبس.
على شاشة القناة الأولى. أهو. يلا. لسه ما خلصتش. طالما الكفتة فيها برغل اشتغلي فيها وقلبك جامد وعلى مسؤوليتي. لا تتفكك. حلوة كفاية دول كده. ناخد واحدة صغيرة هنا كمان. تمام زي الفل. سيبها على النار ما تقلبهاش دلوقتي من فضلك. سيبها على النار ونشوف اللي بعده. معانا بطاطا حارة أو بطاطا مالية بالكزبرة. مقاديرها على الشاشة. نشتغل فيها والكفتة بتتحمر على النار. ما نقربش منها خالص نسيبها تاخد لون. تاخد الصدمة النارية. ونشوف نشوف البطاطس دي هنعملها ازاي للأطفال والأولاد اللي مش بيحبوا البطاطس المقلية. في أولاد بيحبوا البطاطس فيها طعم التوابل والبهارات. نعم يا غالي الشعرية بص على لونها، أنت عارف عجبك لونها، لون ذهبي، عيار 21. قول لي ال 24 ولا 21 اللي أحسن؟ أنا مش عارف، ده عيار 21 أهو، شفت اللون الذهبي ده؟ أهو. يلا يلا وسيب الكفتة على النار. التركية هعملها بعد الهواء بعد الفاصل. يلا طب نعمل ايه؟ ماشي خلونا نقلب الكفتة مع بعض. طب قولوا لي يا شباب. ناخد الكفتة دي كده زي ما هي كده. شفت الحلاوة؟ ومكان تحمير الكفتة طبعا انت فهمت الشيف المغازي يعمل ايه. انا عارف انا وصلت اللي انا عايز اعمله اهو زي ما هي كده. الشعريه اللي انا هعمل تركيه دلوقتي تساوي مليون جنيه اهو. شفت التحميره دي مطلوبه اهي اهي. يا ويلي انا هاكل الشعريه واسيب الكفته للاولاد في نفس الطاسه يا اختي في نفس الطاسة يا أمي في نفس الطاسة يا ست الكل يا اللي بتتابعيني. شوف الشيف المغازي يعمل ايه. اهو 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 على عينك يا تاجر يا ويلي. هو ده هو ده اهو. لسه ما خلصتش. اصبر على رزقك يا طيب. شيل ده كده الله وننزل بالشعرية يا عم الشيف. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الشقاوه دي؟ ايه المزاج الرايق ده؟ هو ده. ونعمل ايه يا عم الشيف؟ بالراحه خالص كده زي الاساتذه من الشيفات. شفت الحلاوه؟ شفت الجمال؟ لما تيجي تعملي البيكاتا بالليمون اهو، لما تيجي تعملي الكوردون بلو اهو، لما تحمري كفته ومكان تحمير الكفته اهو. هوريك دلوقتي الارضيه بتاعت الحله اهو، تشوفي فيها خيالك اهو زي المرايه. بص عليها انا عارف انت عايز تشوف ايه اهو اهو اهو. بص الحلاوه اهو. انا عايز ده، انا عايز الجو ده اهو. يا رايق يا رايق اهو اهو. شفت الحلاوه دي كده اهو. شفت الشعريه هنا؟ تسيب الكفته للاولاد وجوزك ياكل الشعريه فيها كفته برضو اهي. بص على الشعريه، بص على الحلاوه، بص على الروقان. واخده ملح واخده توابل مكان تحميره الكفته اهو. هننزل يا عم الشيف يلا بينا. اللهم صل على النبي يلا سمعيني كده الصلاة على النبي وقولوا حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. شفتها دي قبل كده؟ ولا في الكتاب ولا في الكراس. حصري على القناة الأولى عندنا درجة حرارة الفرن 180. أنا عايز أحمر الكفتة من فوق تكمل سواها وتكمل تحميرتها وشقاوتها. يلا بينا يلا بينا. اللهم صل على النبي. الفرن جاهز. ساعمل حاجه حلوه المخرج بتاعنا بيحبها بيقول لي دايما يا شيف العب بالالوان. مخرج بقى ونسمع الكلام. تركيه صغيره كده علشان تبقى عامله لوحه فنيه تتصوري معاها سيلفي. ناخد الفلفل ده كده. جوزك بيحب الحار حط له حار ما تزعلوش اهو. ده فلفل اخضر قطع كده. ده فلفل اصفر
يتقطع كده بالشكل ده كده. هناخد الشويه الحلوين دول كده ونعمل لوحه فنيه واحنا واقفين كده. ورناش حاجه، انا بوصل لك الفكره وانت يا ست الكل تقدري ايه تترجميها بشطارتك انت. اهو الاخضر عينيا يا فندم. حاضر، ربنا يخضر ايامك. كفتة بالشعرية وحقوق الطبع لدينا وبس. ولما بقول حقوق الطبع لدينا وبس مش من فراغ، خبرة السنين والأيام والأحلام. درجة حرارة الفرن عندي 180، بندخلها الفرن تاخد وش. الشعرية مستوية طبعا، دي زبدة اللي بحطها دي اللي يتساءل دلوقتي، مكعبين من الزبدة. نعم يا غالي، ما ينفعش جبنة خالص هنا، دي زبدة. الجبنه دي ما ينفعش مع الطبق ده خالص. درجه حراره الفرن عندي 180. ايه الاخبار؟ دي سخنه، نشيلها كده وندخلها الفرن على ما نعمل البطاطس هنبص عليها. يلا بينا اللوحه الفنيه الحلوه دي كده في قلب الفرن اهي جايه معانا. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بالله عليك ما تزعلني، دلع الصينيه دي في الفرن. كفتة بالشعرية وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى.